بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدرديب رضي الله تعالى عنه بالأدلة. وما زلنا في باب التيمم، قد وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله، وخائف لص أو سبع فتبين عدمه، ومريض عدم مناولا، وراج قدم، ومتردد في لحوقه فلحق كناس ذكر بعده. بعد أن بين الشيخ أنه يجب على المتيمم الذي فرضه التيمم كفاح الماء أصلا أو معه الماء ولكن لا يقدر على استعماله، أنه إذا كان يائسا من وجود الماء يتيمم أول الوقت، يعني يتيمم في أول الوقت المختار، هذا هو اليائس. فرضه التيمم يعني لا يجد الماء وبحث عنه ويأس من وجوده، يبقى يتيمم أول الوقت المختار. أما المتردد في لحوقه يعني هو يبحث عنه ولكن متردد في أنه يجده في وسط الوقت، يعني ممكن يجده بعد ساعة، بعد ساعة ونصف من دخول الوقت، يبقى ده يتيمم إذا لم يجد الماء في وسط الوقت، يعني بعد مرور مثلا ساعة ونصف من صلاة الظهر مثلا، أو ساعة إلا ربع من صلاة الصبح، لأن الوقت الاختياري، الوقت الاختياري، فبناء على أن وقت الصبح الاختياري من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن كان هناك يعني رأي يقول أن الوقت الاختياري للصبح إلى الإسفار، يعني إلى بياض السماء وغياب النجوم وما بعد ذلك يكون ضروريا، يعني مثلا بعد طلوع الفجر بنحو ساعة إلا ربع، يبقى بعد مرور الوقت بساعة ربع يتيمم المتردد اللي هو إيه بين بين، يعني هل يجد
الماء أو لا يجب بعد البحث. أما الراجي، الراجي يتيمم آخر الوقت، آخر الوقت الاختياري. خلي بالك لأن إحنا عندنا وقت اختياري للصلاة ووقت ضروري، فالضروري لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورات وليس منهم المتيمم فاقد الماء. ليه؟ لأنه عنده البدل من الماء، فإذا فاتته فضيلة الماء يبقى لا تفوته فضيلة الوقت. فأول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت مغفرة الله. أما الذي يؤخر الصلاة للوقت الضروري فهو آثم. قول المحيط، نضرب مثلا بالظهر، اليائس يتيمم عند أول الوقت، يعني عند إقامة الصلاة يتيمم ويصلي، لأنه يائس من وجود الماء أو يائس من استعمال الماء، هو مريض ولا يقدر على استعمال الماء. أما المتردد مثلا ممكن يرجو الشفاء والقدرة على استعمال الماء في وسط الوقت، يؤخر الصلاة ساعة ونصف، فإذا شفي توضأ، إذا وجد الماء توضأ، إذا لم يجد الماء ولم يشفى يتيمم في وسط الوقت ويصلي. أما الراجي، الراجي اللي هو يعني الغالب على الظن أنه يجد الماء في آخر الوقت أو سيأتيه ماء في آخر الوقت أو يرجو الشفاء في آخر الوقت، يعني بعد 3 ساعات، يبقى يؤخر إلى أن يتيمم ويصلي 4 ركعات قبل أذان العصر. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا هو التفريط، يعني يؤخر الظهر حتى يؤذن العصر، هذا مفرط. فالمتيمم عنده البدل، والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهو ليس من أصحاب الضرورات اللي هو كالناسي والنائم والغفلان والحائض والنفساء والصبي يبلغ في الوقت الضروري والكافر يسلم في الوقت الضروري، كل هؤلاء أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار، وليس منهم المتيمم، لأن المتيمم عنده البدل، طهارة مائية عنده بدلها طهارة ترابية، فلا يجوز نقل الصلاة أو تأخير الصلاة من الاختيار إلى الضرورة. هذا معنى كلام الشيخ. فاليائس أول المختار، أول الوقت المختار، والمتردد في لحوق الماء أو استعمال الماء في وسط الوقت، والراجي في آخر الوقت. ثم قال: ولا إعادة إلا لمقصر. ففي الوقت احنا قلنا الطلب في الدرس الماضي، الطلب محدد فيما دون الميلين. احنا قلنا الميل عند المالكية 3000 ذراع، والذراع عندنا روايتان 58 سنتي أو 54 سنتي. دون الميلين مقدرة كان 3 كيلو متر. بمعنى يعني التفتيش يكون في التفتيش عن الماء،
في محيط في نص من كل ناحية، 3 كيلو الناحية دي أو الناحية دي أو الناحية دي. اللي هو إيه؟ قال وطلبه لكل صلاة طلبا لا يشق عليه دون الميلين، أقل من الإيه؟ من الميلين. يعني في حدود 2 كيلو، 2 كيلو ونص، بحيث يعني يجد الماء في هذا المحيط. والأصل في ذلك طبعا ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا بالمربد تيمم فمسح يديه ووجهه وصلى، ثم وصل إلى المدينة. قال والمربد بينه وبين المدينة ميلان، يعني حوالي 3 كيلو تقريبا. ولا يجوز لواحد منهم من اليائس والمتردد والراجي تأخير الصلاة للوقت الضروري، لكن التفصيل في غير المغرب، لأن المغرب لا اختيارية له إلا بمقدار الفعل، يعني الأذان، الطهارة، الإقامة، الصلاة، وانتهى الوقت الاختياري بالنسبة لصلاة المغرب. فالمغرب الثلاثة اليائس والمتردد والراجي يتيممون لها فين؟ عند أذان المغرب أو عند إقامة الصلاة، يعني مجرد ما أذن وأقام يتيمم ويصلي الأنواع الثلاثة. ليه؟ لأنه لا اختيارية له، ما فيش تأخير، ومجرد سلام الإمام من صلاة المغرب بدأ الوقت الضروري للمغرب إلى الفجر. هذا معنى أن المغرب ما فيهاش تفصيل، يعني اليائس أول الوقت والمتردد وسط الوقت والراجع آخر الوقت، هذا في غير المغرب، لكن باقي الأوقات الفجر والظهر والعصر والعشاء لها وقت اختياري ووقت ضروري. فالتفصيل في الاختيار. ولا إعادة إلا لمقصر ففي الوقت، يعني أن كل من أمر بالتيمم إذا تيمم وصلى، يعني اليائس تيمم في أول الوقت، والمتردد تيمم وصلى وسط الوقت، والراجي أخر الصلاة إلى آخر الوقت وتيمم وصلى، فالصلاة وقعت إيه؟ صحيحة. لأن يعني بعض الناس يسأل يقول طيب إذا تيممت وصليت حكم الصلاة إيه؟ صحيح؟ طيب إذا وجد الماء بعد ذلك عليه إعادة ولا ما عليهوش؟ لا إعادة عليه. ليه؟ لأنه امتثل أمر الله، فلم تجدوا ماء فتيمم. ودائما البدل يقوم مكان المدة منه، يعني التيمم قام مقام الوضوء، دي طهارة ترابية والماء طهارة ايه؟ مائية، والله هو الذي أمر بذلك. قال لأنه فعل ما أمر به فتيمم، تيمم وصل، وقعت الصلاة ايه؟ صحيحة. إلا أن يكون مقصرا، يعني لم يبحث عن الايه؟ الماء، أي عنده نوع من التقصير فيعيد في الوقت، يعيد في الوقت، يعني واحد لم يبحث عن الماء وإنما تيمم أول الوقت أو وسط أو آخر، ولكن وجد الماء يبقى هنا يتيمم يتوضأ ويعيد الصلاة. ليه؟ للتفريط، يعيد لأنه لم يبحث.
لأن العلماء يقولون إيه في تفسير قوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتابوا، وعدم وجدان الماء يقتضي الطلب، يعني أنه طلبه فلم يجد، طلبه فلم يجد، وليس مجرد مثلا انقطاع الماء مثلا في المسجد. هنا بعض الناس يعني تنقطع المياه في المسجد أو في المنزل، يقول لك يجوز التيمم. يعني أنت لو ذهبت إلى المنزل أو ذهبت إلى الجيران أو ذهبت إلى مسجد آخر وجدت الماء، فكيف تتيمم؟ التيمم ده إذا بحثت عن الماء فيما دون الميلين، يعني في محيط 3 كيلو حتى تتيمم. لكن فقدان الماء في موضع من المواضع وعدم البحث عنه يبقى الصلاة إيه؟ باطل، لأنه لم يبحث عنه، قصر. فلو تيمم وصلى ثم وجد الماء نقول له أعد الصلاة لتقصيره. قال ثم شرع في بيان المقصر، قال كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله، وخائف مص أو سبع فتبين عدم، ومريض عدم مناولا، وراج قدم، ومتردد في لحوقه فلحق، كناس ذكر بعدها. يعني إن من وجد الماء وفتش عليه، وجد الماء الذي فتش عليه فيما دون الميلين بعينه، يعني واحد رايح منه جبت الماء معاه وضعه في زجاجة أو في جركن مثلا، فوجده بقرب، يعني فتش لكن لم يفتش تفتيشا دقيقا في حاجة معينة مثلا ما فتحهاش. فهو بعد ما صلى بيحط يده كده على شنطة من الشنط مثلا التي يعني فتش فيها، فوجد الماء، يبقى ده ايه؟ يعيد الصلاة في الوقت، قال لتفريطه، يعني هو عنده نوع من التفريط، يعني لم يبحث بحثا دقيقا. لكن الإعادة هنا ايه؟ حكمة مندوبة وليست ايه؟ واجبة. فإنه يعيد صلاته في الوقت ندبا لتفريطه، إذ لو أمعن النظر لوجد، يعني لو دقق في البحث لوجد الماء، يبقى في نوع من التقصير، يعني فتش كده لكن مش بدقة. فلذا لو وجد غيره أو وجده بعد بعد لم يعد، يعني هو يبحث عن ماء لكن وجد ماء آخر، يعني الماء الذي يبحث عنه لم يجد، حاطط الماء مثلا في جركن صغير فوجد زجاجة كبيرة مثلا، يبقى ده ما عندوش تفريط، لأن وجد ماء غيره غير الذي بحث عنه أولا، أو وجد الماء بعد ساعة أو بعد ساعة ونصف من أداء الصلاة، يبقى لا يعيد. يبقى الذي يعيد الذي يجد الماء بالقرب، يعني سلم مثلا فوجد الماء بجواره هو بيبحث عنه، لكن وجد غيره أو وجد الماء بعد وقت طويل، يبقى لا إعادة لا في الوقت ولا في غيره. وكذا يعيد في الوقت من فتش عليه في رحله فلم يصادفه،
فتيمم وصلى ثم وجده فيه بعيد. الرحل احنا نقول بالنسبة للمسافر الآن الشنطة، يعني واحد واخد معاه مية للشرب وللوضوء بزيادة، واخد زجاجة كبيرة أو زجاجتين كبيرتين في السفر على أساس يشرب واحدة ويتوضأ بواحدة. فهو فتش في الرحل بتاعه والشنطة فلم يجد الماء، فتيمم وصلى ثم فتش مرة أخرى فوجد الماء الذي يبحث عنه. قال فإنه يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، لكن إذا لم يعد صلاته صحيحة. خلي بالك. قال وكذا الخائف من لص، يعني واحد حارس المين، حارس ماء، حارس ماء وخايف لو راح يفتش عن الماء يسرق الماء، يبقى هذه ضرورة، حفظ الماء من الضرورات الخمس. هو خايف على ضياع الماء فتيمم وصلى بجوار المال كالحراس كما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم تبين له عدم ما خاف منه، يعني تبين له الأمن أنه ليس هناك نص يخاف منه. كذلك هذا لا يعيد إلا في الوقت، لكن لو مضى الوقت فلا إعادة، الوقت الاختياري، يعني حكم حكم من وجد الماء بالقرب. كذلك خاف من اللص ولم يجد اللص، أو خاف من حيوان مفترس عند الماء ثم تبين عدم وجود هذا الحيوان الكلب أو السبع، فتيمم وصلى صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة مرة أخرى، لكن يندم أن يعيد في الوقت كما يقول. قال وأولى إن تحقق ما خاف منه، ولا إن وجد ماء غير ما حال بينه وبين اللصوص، يعني وجد ماء آخر غير الماء الذي خاف من وجود اللص أو خاف من وجود السبع عنده. يعني أحيانا الماء يكون قريب يقدر يتناوله ويرجع من غير ضياع الماء. وكذا يعيد في الوقت أيضا مريض يقدر على استعمال الماء ولكن لا يجد من يناوله. المريض هو لا يضره الماء لكن مثلا مقعد، يعني ما يقدرش يقوم يجيب مية، عايز يحتاج إلى مناول يأتي له بالماء أو يصب له الماء ويوضئه. فتيمم وصلى ثم وجد المناول، يعني دخل عليه زائر، هذا أيضا لا يعيد، لا يعيد، وإنما قال إذا أعاد يعيد في الوقت ندبا. كل هؤلاء يعيدون ندبا، وإذا لم يعيدوا لا شيء عليهم. قال وهذا في المريض الذي لا يتردد عليه أحد، أما الذي يدخل عليه الناس كثيرا يبقى ده يؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو آخر الوقت، لأن ده راجي المناول أو الذي يوضئه. قال وأما من شأنه تردد عليه فلا تفريض عنده لجزمه أو ظنه المناول فليتأمل، وده واجب عليه التأخير إلى وسط الوقت أو آخر الوقت. وكذا يعيد الراجي وجود الماء آخر الوقت فقدم الصلاة بالتيمم
ثم وجد في الوقت ما كان يرجو. يعني واحد يرجو الماء في آخر الوقت، لكن تعجل وتيمم وصلى أول الوقت، أول ما أذن الظهر تيمم وصلى، مع أنه هو راجي يلاقي مية في آخر الوقت. يبقى ده يعيد طبعا، يعيد الصلاة مرة أخرى. وكذلك المتردد الذي يتيمم في وسط الوقت، لكن قدم الصلاة أول الوقت ثم وجد الماء في وسط الوقت، يعيد الصلاة مرة أخرى. قال بخلاف المتردد في الوجود. خلي بالك في فرق بين المتردد في لحوق الماء، انه حد يجيب له ميه يعني، والمتردد في استعمال الماء او في وجوده، يعني في وجوده او كان مريض يرجو الشفاء. فلو قدم لا اعاده عليه. قال لان الاصل عدم وجود الماء، وفي المريض الاصل عدم القدره على استعمال الماء. فلو قدم الصلاة أول الوقت وصلى فصلاته صحيحة ولا يعيد. وكذا يعيد في الوقت من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى بالتام، يعني وضع الماء في مكان ونسي المكان، ثم تذكر بعد أن صلى، تذكر بعد السلام وجود الماء، يعني أنا شلتها في المكان الفلاني، فتذكر المكان اللي وضح فيه الماء، لكن بعد السلام. يبقى ما دام دخل الصلاة، القاعدة ما دام دخل الصلاة بالتيمم، إن كان يائس من الاستعمال أو متردد أو مريض يرجو الشفاء، ولكن تيمم وصلى أول الوقت، يبقى لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وإن أعاد يعيد ندبا، يعيد ندبا لا وجود. قال وإنما هيعيد هنا الناسي، لأن عنده نوع من التفريط، الناسي عنده نوع من التفريط. أما إن تذكر الناس الماء وهو يصلي بطلت الصلاة. وعندنا لغز في المالكية يقول نهق حماره فبطلت صلاته. نهق حماره فبطلت صلاته. يعني يقول الحمار ضاع منه وعليه الماء. بحث عنه فلم يجد. ما أخرش، هو تيمم وصل، وهو يصلي نهق الحمار، يعني كان في مكان بعيد وجاه، يبقى بطلت الصلاة. والمثل يقول إذا وجد الماء بطل التيمم، بس ده بشرط إما في الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة. لكن لو جاء الماء بعد الانتهاء من الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يستحب أن يعيد في الوقت، لكن الصلاة صحيحة. يبقى فرق بين تذكر الماء وهو يصلي أو وجود الماء وهو يصلي، فده طبعا تبطل الصلاة. وإذا بطلت يبقى يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي. فإن تذكره في صلاته بطلت كما يأتي. ثم قال والمراد بالوقت هنا الوقت الاختياري للوقت الضروري، لأن الضروري طبعا لا يجوز تأخير الصلاة لأجل التيمم فيه.
لأن الله قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كانت فرضا موقتا بوقت، فلا يجوز تأخير الصلاة بعد دخول وقت الصلاة. يعني إما أن يصلي أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت. يعني حتى في الخوف من العدو تجب الصلاة قبل خروج الوقت. يعني حتى الآية دي جاءت في سياق الحرب. إذن فملخص المسألة بالنسبة لليائس والراجل والمتردد أنهم إذا فعلوا ما يجب عليهم من البحث عن الماء فلم يجدوا، يبقى اليائس يتيمم ويصلي، إذا وجد الماء لا يعيد، وإن أعاد في الوقت فهو أفضل. الإعادة مستحبة وليست واجبة لأن الصلاة صحيحة. أما إذا حضر الماء قبل الدخول في الصلاة أو حضر الماء في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ولا يجوز الدخول في الصلاة بالتيمم مع وجود الماء. ده ملخص المسألة. ثم بعد ذلك تحدث الشيخ عن الفرائض، فقال وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، ولزم نية أكبر إن كان، والضربة الأولى وتعميم مسح وجهه ويديه لأوعيه مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه، وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، ورمل وحجر وجس لم يطبخ، ومعدن غير نقد، وجوهر ومنقول كشب وملح وحديد ورخام كثلج لا خشب وحشيش والموالاة. فرائض التيمم خمسة، يعني هذا شروع في فرائض التيمم وهي خمسة. الأولى النية عند الضربة الأولى، وطبعا النية فرض في كل أعمال الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما، ولقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص هنا معناه إيه؟ النية. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا غير، وإياك نستعين أي نطلب منك العون لا من غيرك. فالنية في التيمم عند الضربة الأولى، يعني عند وضع اليدين على الحجر أو التراب، بأن ينوي به استباحة الصلاة أو فرض التيمم. فنحن عندنا في المالكية بالذات التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. الصلاة ممنوعة لكنه يبيح الصلاة، لكن عند جمهور العلماء قالوا إن التيمم كالوضوء سواء بسواء، غير أن التيمم طهارة ترابية والوضوء طهارة مائية. فإحنا عندنا ينوي استباحة الصلاة لأن الصلاة ممنوعة، فهنا ينوي يعني أن التيمم يبيح له الصلاة، هذا معنى كلمة استباحة، أن يطلب به
إباحة الصلاة أو الدخول في الصلاة، أو ينوي التيمم، لو نوى فرض التيمم يكفي، لكن لو عليه جنابة حدث أكبر يبقى لازم يلاحظ الجنابة، يعني ينوي استباحة الصلاة من الجنابة، لأن الجنابة تمنع الدخول في الصلاة، الحدث الأكبر أو الأصغر، لكن في الجنابة إذا كان جنبا يبقى يلحظ أنه جنب، فالتيمم يبيح له الصلاة، كما حدث مع سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا عمار ابن ياسر وسيدنا عمرو ابن العاص صلى بالناس الصبح وهو جنب، تيمم وصلى بالناس، فلما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخفت أن أغتسل فأموت. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأقر فعله، ولم يكن له شيء، بل أقر فعله: صليت بالناس وأنت جنب. هنا كلمة وأنت جنب أخذ منها المالكية أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، لا يرفع الجنابة، كلمة وأنت جنب، ده مناط أخذ المالكية الحكم، هذا هو الإيه؟ دليل المالكية على أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، وإنما يبيح الصلاة، يبيح الصلاة. ووجب عليه ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه أكبر بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، فإن لم يلاحظه، إذا لم يلاحظ النية بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه، يعني نسي الجنابة، لم يجزه أبدا، يبقى يعيد التيمم مرة أخرى، لأنه أحيانا الإنسان يتيمم ولا يلاحظ الجنابة، إنما يلاحظ مثلا الحدث الأصغر كالوضوء مثلا، لا، يبقى يعيد التيمم مرة أخرى لأجل الجنابة. ولا يصلى فرض بتيمم نواه لغيره، قال في المقدمات الوضع الرشد: ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها، يعني نوى التيمم من الحدث الأصغر وهو عليه أكبر، يبقى لابد أن يعيد التيمم مرة أخرى. الفريضة الثانية الضربة الأولى بعد النية، الضربة الأولى، مش الضربة يعني الخبطة، لا، سمحت أقول لك إيه الضربة يعني؟ ضرب الأرض بيديه، يعني وضع يديه على الأرض، وليس معناه الخبط، أحسن واحد يفهم الضرب يعني يضرب الأرض، لا. ولذلك قال الشيخ: الضربة الأولى أي وضع الكفين على الصعيد، وضع الكفين على الصعيد الطاهر، هذا معنى الضرب، يعني لما الإنسان يكون هيتيمم على حجر يجيب حجر كبير بحيث الإيدين الاثنين يكونوا على الحجر، مش يجيب حجر صغير يقعد يمسح فيه، واحد ساعات يجيب حجر
صغير ويقول يمسح فيه. لا، هو طبعا الأصل وضع اليدين على التراب أو على حجر، بحيث يعني ممكن حجر يشيل إيد يحط إيد ويحط الإيد التانية عليه ممكن، لكن ما يمسكش حجر صغير يقعد يمسح فيه. لا، ولذلك وضع الكفين على الصعيد في الضربة الأولى، لكن الضربة الثانية سنة كما سيأتي. يعني الأصل في التامل ضربة واحدة. الفريضة الثالثة تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح. تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح، يعني الضربة الأولى هكذا يضع يديه على التراب أو على الحجر أو الصعيد الطاهر، ثم يمسح وجهه هكذا، طبعا يخلع النظارة وإن كان معاه خاتم يخلعه برضه، ويمسح إيه؟ يديه إلى الكوعين. يدين إليه الكوعين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلي بالك يعني إيه؟ يعني جعلهما فريضة واحدة، جعلهما إيه؟ الشيخ بيقول ولم يعد الوجه فريضة على حدة واليدين فريضة أخرى كما فعلوا في الوضوء، بل لعله للاختصار. لكن لا شك طبعا أن مسح الوجه فريضة ومسح اليدين فريضة، يعني لو مسح الوجه وصلى صلاته باطلة، أو مسح اليدين فقط ولم يمسح الوجه صلاته باطلة، لكن هو ذكر الاثنين مع بعض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فعدهما فرضا واحدا مع أنهما فريضتان بل للاختصار. ولذلك ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحت، لكن في الوضوء الماء يسري تحت الخاتم، لكن في التيمم لا بد أن يخلع الخاتم. وكذلك الساعة طبعا كما سيأتي في السنن، لأن المسح من الكوع إلى المرفق سنة كما سيأتي في السنن التيمم. يعني لو واحد ضرب الضربة الأولى ومسح وجهه ومسح يديه إلى الكوعين وخلل الأصابع، طبعا التخليل ليس هكذا، لا، وإنما هيخلل هكذا، كل إصبع يمسكه بيده هكذا هكذا عشان المسح يكون بالباطن، هو لازم يمسك كل إصبع ويقيم الصلاة ويصلي. يعني ما أسهل التيمم، مع أن معظم المرضى وأصحاب الأعذار يتركون الصلاة. يقولوا ليه؟ يقولوا أنا مش عارف أعمل إزاي، مش عارف أتيمم. ده التيمم أسهل من الوضوء وأيسر وأخف. أنت ممكن تمرض شهر، اثنين، ستة، سنة، سنتين، تفضل تارك الصلاة؟ ممكن على آخر المرض تموت تاركا للصلاة مرتكبا كبيرة، وتكون على شفا حافة من الكفر والعياذ بالله، من أخطر ما يكون. مع أن القرآن قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، القرآن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لكن ده يترك الصلاة طبعا بعد ذلك، بعد أن يشفى يعيد شهرا شهرين سنة سنتين، والله أعلم طبعا الأجل يعني يمهله أو لا،
الأمر فيه قولان، ولا يزن، وإما أن يعيش وإما أن يموت، معاه ورقة ضمان إنه يعيش حتى يقضي. لكن الجهل هو الذي يجعل الإنسان يعني يرتكب هذه الكبائر. يقول لك الثياب غير طاهرة، الجسد غير طاهر، يعني كل هذه الأمور يعني يسرها الإسلام. إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. يريد الله أن يخفف عنك، وخلق الإنسان ضعيف. يبقى إذا لم يخلل الأصابع فالتيمم باطل، التيمم باطل. هذا والله تعالى